أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة ترسخت بفضل ما تقدمه بيئتها الاستثمارية من تسهيلات وحوافز لإقامة مشاريع فندقية مرموقة مواكبة للمعايير العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معاليه إلى أن تلك المكانة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية السياحية من خلال تطوير البنية التحتية والواجهات البحرية والخدمات الملبية لاحتياجات السياح وزوار المملكة من مختلف دول العالم، وذلك من منطلق كون القطاع السياحي ركيزة أساسية من ركائز النمو وأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الأثر الإيجابي في النتاج المحلي الإجمالي. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمدعوين بافتتاح فندق أونيكس روتانا الكائن بمنطقة خليج البحرين، وذلك ضمن سلسلة فنادق سيجرى افتتاحها خلال العام الحالي. ولدى وصول معاليه إلى موقع الفندق كان في الاستقبال السيد عبد الغفار الكوهجي رئيس مجلس إدارة شركة الكوهجي للتطوير العقاري والمهندس محمد الكوهجي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح فندق أونيكس روتانا يعد نقلة لقطاع الفندقة والتطوير العقاري وإضافة ذات قيمة إلى مرافق السياحة العائلية في مملكة البحرين، مثنيا في هذا الصدد على الجهود التي بذلتها الشركة المطورة لإنشاء المشروع، الأمر الذي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مساعي استدامة التنمية والتطوير في كافة القطاعات تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أعرب السيد عبد الغفار الكوهجي رئيس مجلس إدارة شركة الكوهجي للتطوير العقاري عن خالص شكره وتقديره إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح فندق أونيكس روتانا، متمنيا دعم معاليه للقطاع الخاص والمشاريع السياحية والعقارية.